قالك مرتد قائد الشرطة. يعني أنا شايف باليوتيوب قائد الشرطة مال الأنبار تحياتنا له. تحياتنا له أنه هذا الزيج. تحياتنا له. اتصل بيك الصراحة اتصل بيه بعد رسالة. نعم الرجال يعني جدا متواضع. تحياتنا له من هذا المكان. رسلت له رسالة كتبت لأنه أخوك الشاعر سامر السلماني أحد أبناء قضاء القائم وعندي مناشدة وأرجو الرد من حضرتك. طيب شنو ناشد؟ شنو ناشد؟ الرجال مباشرة اتصل. اتصل هو اتصل شخصيا. إيه نعم كان عندي واحد من أصدقائي يصور محمد الفهداوي تحياتنا له. فمن اتصل ناشدته القصيدة. طبعا هو الموضوع كان احد الضباط اساء الواحد من عمامي من عشيرتي وصراحة ما لقيت مخرج لهذا الموضوع الا انه اتصل بالقائد مباشره نناشد قائد الشرطه على الكلفات سيادتكم سمعنا الظلم تنهونه نحب سعي العداله ونعشق القانون والمحترم يبشر عيننا عيون اخوته الغاد بالقائم تشوف الضيم من ظلم البعض ما ظنت ترضون إذا ينهان أخوك بلا سبب شو تقول مو بس الأهالي لا يضربونه نريد حقوقنا تقدرونه مشكورين وإذا ما نستحق لا تقدرونه الأخلاق على قده هو نصردان على القائم رجاء لا تودون الله الأخلاق على قده هو نصردان على القائم رجاء لا تودون.